طيب ننتقل إلى المنهاج. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. خرج الإمام من صلاته، يعني خرج من صلاته بإيش؟ خرج من صلاته إما أحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. خرج بحدث أو بشيء عارض له أخرجه من الصلاة، فإذا خرج من صلاته انقطعت القدوة لأنه لزوال الرابطة بينهما. فإذا بطلت صلاة الإمام انقطعت القدوة وأكمل المأموم أكمل انفرادا أو حتى أكمل جماعة، لأنه لو انفرد وجاء أحد اقتدى به فلو أن يقتدي به وتتم الجماعة بذلك. قال: فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز، يعني جاز للمأموم أن يقرأ أن يقطع الاتمام يقطع المتابعة، جاز المأموم أن يقطع المتابعة. وهذا مع الكراهة، لأنه سينتقل من سنة متأكدة وهي أكمل عند في المذهب، أو من واجب عند الحنابلة على أنها واجبة صلاة الجماعة، إلى سنة. وهذا لذلك يعني قالوا يكره في المذهب لأنها سنة وسنة، لكن الجماعة أكمل وأعلى رتبة. والدليل على أنه يجوز له أن يقطع الانقياد أو يقطع المتابعة بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضا ثم يذهب يصلي بالقوم نفلا، فكان يطيل ويقرأ بهم البقرة، كان يطيل ويقرأ بهم البقرة، فإذا طال وقرأ بهم البقرة قام رجل وقال: كنا عمال أنفسنا، فانزوى وصلى لنفسه، فانزوى وصلى لنفسه. قال: وفي قول لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة. طبعا في قولي هنا لا يجوز لأن فيه إبطال للجماعة، وقد قال الله جل وعلا: ولا تبطلوا عملكم. وهذا من لوازمه أنه يقول، كأنه يقول من لوازمه سيكون من لوازمه أنه من لوازمه أنه سيكون سيؤول الأمر إلى وجوب الجماعة، بأنه ولهذا يحتج المالكية والأحناف بقول الله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم، على أن الشروع في النفل يصيرها إلى الفرض، الشروع في النفل يصيرها إلى الفرض، لكن يجوز القطع بعذر. فالعذر الجائز كما فرقت الطائفة في صلاة ذات الرقاع بعدما صارت عن سنة مركعة، هذا صلاة الخوف، فصلاة الخوف لها أحكام، لها أحكام، فيكون هذا العذر القائم. قد يقال: ومن العذر أن يطيل الإمام، وهذا قاله، وإذا قال من العذر تطويل الإمام كما جاء في الحديث الصريح حديث جابر رضي الله عنه أرضاه، قال: صلى معاذ بن جبل العشاء لأصحابه فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ فقال: إنه منافق. وهذا خطأ بين من معاذ رضي الله عنه أرضاه أنه سماه منافق، شوف حتى هو الذي دفع وذب وقع في الخطأ في هذا. ولذلك على سؤال المسدد لا يحكم بالظاهر بهذه الطريقة على قيمة الإنسان أو على مقياس الإنسان، ولذلك الحق كان معه ما كان مع معاذ، طال فانفرد فصلى وحده وقال إنه منافق، حسب معاذ اجتهادا خطأ، لأن المنافقين لا يأتون جماعة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنهم؟ قال: لو 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 لو, لو يجد أحدهم لحما سمينا أو مرمتين يعني أو عظموين يعني، أو كما قال: قال لأتوهما ولو حبوا، أتوهما ولو حبوا، وكانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم. فهنا قال منافق اجتهادا، واجتهاده كان خطأ، لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة وقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وكان الحق مع الذي انفرد ويقول نحن عمال أنفسنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضعيف أميره أمير الركب أمير القوم. نعم، من أما بالناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. قال: أو تركه سنة مقصودة كتشهد، أو تركه آسف أو تركه من التطوير، أو تركه سنة مقصودة كتشهد، والسنة المقصودة أيضا كقنوت، يبقى أو تركه سنة، يعني الإمام لو ترك سنة ممكن يفارق المأموم، لو قام متعمدا في التشهد الأوسط ما جلس فله أن يتركه،
او ترك سنه مقصوده، اسف، او ترك سنه مقصوده كتشهد، او ترك سنه مقصوده كتشهد. طبعا وقنوط ايضا، فهذه من الاعذار. او راى في ثوب امامه نجاسه، وهذه اذا راى بان الصلاه في الثوب النجس تبطل به الصلاه، تبطل به الصلاه وهو لا يعلمها الامام فهو معذور، اما الماموم اذا راها فقد راى ما تبطل به الصلاه، فعليه ان يتخذ قرارا بان ينفرد. قال: ولو احرم منفردا ثم نوى القدوه في خلال صلاته جاز في الاظهر. ولو احرم منفردا ثم نوى القدوه في خلال صلاته جاز في الاظهر. ولو احرم منفردا ثم نوى القدوه، يعني هو احرم منفردا ثم وجد الجماعه قد اقيمت فهل له ان يدخل بنيه الاتباع؟ قال: جاز في الاظهر. كما انه اذا صلى منفردا وجاء الجماعه تصلي بهم قالوا بالجواز، قالوا هذه بتلك، ولكن الحق انه يكره على ذلك. والثاني لا، لان تحريمه سبق تحريم الامام، ولان الانسان قال انما جاء الامام ليؤتم به، صحيح. وهذا من ناحيه النظر هو الاقوى، من ناحيه النظر الثاني اقوى، ولكن من ناحيه الاثر المعتمد اقوى، المعتمد اقوى بانه وان كبر قبل الامام له ان يدخل. وما الدلاله؟ فين الاثر بقى هنا؟ الكلام هنا فين الاثر؟ اين الاثر في ذلك؟ اجهزت على كل شيء. نعم، حديث سعيد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بانه صلى ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بالناس كما قال مسلم، صلى ابو بكر بالناس وكان مسلم مريضا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا ثم وجد في نفسه خفه فكان يتهادى بين رجلين، وذهب فصلى بابي هو وامي. كان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يصلي قائما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بجانبه فصلى قاعدا، فهنا ابو بكر قد دخل الصلاة وكبر التحريم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بعده، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعده، ففيها دلالة واضحة جدا على أنه يصح من ناحية الأثر أنه يكبر الإمام بعد، يكبر المأموم قبل الإمام، وتصح الإمامة بذلك، وتصح الإمامة بذلك. قال: وإن كان في ركعة أخرى، وهذا معناه أنه يجوز الائتمام به حتى ولو لم يكن الاتفاق في الركعة، يجوز الائتمام به، يعني صلى منفردا ركعة ركعتين ثم سمع بإقامة الجماعة، فهنا حالة كوني مبتدئا يبتدئ من أول ركعة وهو قد صلى ركعتين، فهل تصح؟ قالوا: نعم تصح، يعني حتى لو لم تكن موافق، لا، ما دمنا قلنا بانه في الابتداء يصح للمأموم ان يسبق بالتكبيره الامام ونوى بعد ذلك معه الاقتداء صح ذلك. قالوا: اذا كان يصح ابتداء فيصح وسطا، سواء سبق بالتكبيره او سبق بركعه او بركعتين في الاولى، اصبح بالنسبه له الثالثه. نعم، يصلي معه الثالثه والرابعه ويجلس ينتظره، انك ما كنتش معنا، يجلس ينتظره حتى يأتي بالثانية والرابعة ويسلم معه، أو ينفرد إذا قام الإمام للرابعة للثالثة، وهي الرابعة بالنسبة للمأموم، فالمأموم هنا له حالتان، أو له حالة، الحالة الأولى أن يبقى مستغفرا داعيا راجيا وذاكرا حتى ينتهي الإمام من الركعتين، وفي الرابعة يكون قد جلس معه ثم يسلم معه. الحالة الثانية هو أن ينفرد، وهذا هو الأكمل، هو الأفضل. حالة ثانية هو أن يسلم قبله، ينفرد فيسلم. قال: وإن كان في ركعة أخرى ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا، يعني يوافقه على ما هو عليه، كان ركعا كان قائما كان جالسا، لأنها متابعة وقد جعل الإمام ليؤتم به، فيكون في موضع القيام يقوم وموضع القعود يقعد. فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق، أي فيقوم ويتم الصلاة، أو هو متقدم فإن شاء فرقه وإن شاء انتظر حتى يسلم معه. يبقى إذن له حالان، الحالة الأولى إن كان قد دخل عليه بعد ركعة أو بعد ركعتين فهو كالمسبوق،
يقوم ويتم صلاته، هذا في المأموم، وإن كان المأموم متقدما عليه بركعة أو ركعتين ينتظره حتى يسلم معه أو يفارقه، والأكمل أنه ينتظر حتى يسلم معه. قال: وما أدركه المسبوق فأول صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والمعنى أنه لو دخل على الثالثة وكانت الثالثة هذه صامتة يقرأ فيها الفاتحة، هو لو أعطى له الإمام لو أعطى له وقتا له أن يصلي ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة التي بعدها، لأن يصلي ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة بعدها. ولو كان الإمام في الرابعة حتى لو في صلاة جنازة، لو كان الإمام في التكبيرة الرابعة ويبتدئها التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، مع أن الإمام يدعو لمن؟ للأموات، ومع ذلك هو يقرأ الفاتحة، فهي أول الصلاة له. وهذا خلاف الأحناف، لقول سلف: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله. قال: وما أدركه المسبوق فأول صلاته. قال: فيعيد في الباقي القنوت. طبعا هو إذا كان في الركعة الثانية وهو في الركعة الأولى يقرأ، وقول العلماء في هذا الباب: فيعيد في الباقي القنوت، والمعنى أنه إذا صلى معه الفجر وهو في الركعة الثانية فدخل في الأولى وكان ركعا فركع معه، فهو حتى ولو قنت يأتي في الثانية عندنا في المذهب فيأتي بالقنوت، لأن محل القنوت هو الركعة الثانية، ولأنه ابتدع الصلاة ويتم بعد ذلك، فإتمامه أن يأتي بأن البعدية تأتي بعد الأولية. نعم. قال: ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته. لما؟ لأنه محل التشهد الأول، لأنه لو تصور بأن زيد صلى خلف عمرو في الركعة الثالثة، وهو في الركعة الثالثة سيجلس مع الإمام، هو جلوس لنهاية الصلاة يتشهد، وهو جلوس للمتابعة، فيتشهد متابعة للإمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا سلم الإمام قام ليأتي بالثانية، والثانية محلها التشهد الأوسط، فيجلس فيتشهد، ثم إذا انتهى ورفع فعليه الثالثة، والثالثة يتشهد، يبقى عنده الآن يتشهد في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة. يبقى إذا في صلاة المغرب هنا عنده عندما كان مسبوقا فإنه يصلي الثلاث بثلاث تشهدات، يصلي الثلاث بثلاث تشهدات. قال: وإن أدركه راكعا، وإن أدركه راكعا فأدرك الركوع معه، فمن أدرك الركوع فقد أدرك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه نظر، لكن هو جاء: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذه الحديث كلها جاءت موقوفة، وإن كانت الحديث المرفوعة ضعيفة، لكن حسنها الألباني. وهناك نزاع كبير بين المحدثين، هل الموقوف يعضد المرفوع أم لا؟ هذا أمر فيه خلاف، لكن عندنا ما يغنينا من حديث أبي بكر بأنه دخل ركعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. والحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه. وهذا حديث وإن كان حسنه الإمام ابن حبان. قال الإمام النووي: قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام، أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع. قال: قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع. والمعنى هنا بأنه لو كان نازلا والآخر كان صاعدا لم يكن قد أدركه، لم يكن مدركا. لو كان تصور زيد يصلي خلف عبيد راكع وزيد كبر وفي النزول حالة النزول قام عبيد، لا يكون مدركا. الإدراك لابد أن يكون حالة الاطمئنان، أن يكون راكعا، لأنه لو كان رافعا فهو بين الرفع وبين الركوع لا يقال راكعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك، والركوع لا يدرك إلا بالاطمئنان، الركوع لا يدرك إلا بالاطمئنان. لذلك قال: قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع. قال: ولو شك في إدراك حد الإجزاء، يعني اللي هو الاطمئنان، لو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر، لأن الأصل عدم الإدراك، الأصل عدم الإدراك حتى يأتي خلافه، فإن كان عمل بالأصل
والأصل احتط في الصلاة فيأتي بالركعة كاملة. قال ويكبر أي المسبوق المدرك ويكبر أي المسبوق المدرك للركوع للإحرام قائما ثم للركوع فيكبر تكبيرين، التكبير الأول تكبير دخول الصلاة التحريمة ثم يكبر للركوع. في كثير من الناس أصلا يكبر واركع، هو لو كبر واركع لو قصد بالتكبيرة الأولى الركوع لا تصح الصلاة لأنه لم يدخل الصلاة أصالة، مفهوم؟ فإن أصح التحريم وكب بنفس التكبيرة نزل، نعم التكبير سنة، التكبير للانتقال تكبير الانتقال سنة فلا يؤثر. لكن قال فإن نواهما بتكبيرة واحدة، نوى التحريم ونوى الركوع بتكبيرة واحدة لم تنعقد. قلت قاعدة أنا قبل ذلك ما هي؟ شوف هو فاك النصير بس ائتي بها. قلت هذه لقاعدة، شوف هو سكينة قالت تشك في النية صحيح، عدنان قال لا يجتمع فرض وأنا ممتاز. هو القاعدة أن الواجبات لا تقبل التشريك، القاعدة أن الواجبات لا تقبل التشريك، فهنا تشريك بين فرض وبين سنة، هنا تشريك بين فرض وبين سنة. وقيل تنعقد نفلا وهذا ضعيف، هذا ضعيف. وإن لم ينوي بها شيئا لم تنعقد على الصحيح، لأنه لابد أن ينتوي دخولها في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، فلابد أن ينتوي تكبيرها يحرم بها إلى الصلاة. قال ولو أدركه في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا، أي يعني هذا كله لا يكون محسوبا، يوافق اتباعا وانقيادا، إنما جعل الإمام ليتم به لكن لا يحسبه شيئا. والأصح أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات، والمعنى أنه لو وجده راكعا رافعا ثم بعد ذلك كبر الإحرام فرضه متشهدا فجلس معه فقيل يوافقه، والثاني أنه لا يوافقه لأنه ليس بمحله، والصحيح الراجح أنه يوافقه، إنما جعل الإمام ليتم به، إنما جعل الإمام ليتم به. قال وأن من أدركه في سجدة لم يكبر للانتقال إليها، من أدركه في سجدة لم يكبر للانتقال إليها، والمعنى هنا لأنها غير محسوبة ولأنها غير موافقة للإمام في انتقاله، بخلاف الركوع فإنه إن أدركه في الركوع فقد أدرك، فإذا انتقل من السجود كبر موافقة للإمام، كبر موافقة للإمام. والثاني يكبر كما في الركوع، والصحيح الراجح في ذلك أنه يكبر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به وإن كانت غير محسوبة، لأنه لابد أن يوافقه في الهيئة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. قال وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان موضع جلوسه، أي بأن أدركه في ثالثة الرباعية أو ثانية المغرب، فإنه يعني قد سبقه بواحدة، فإذا إذا سلم الإمام قام هو لإتمام الصلاة. قال وإلا إن أدركه في آخر رباعية أو ثالثة أو ثالثة المغرب فلا في الأصح، لأنه ليس موضع تكبيره وليس فيه موافقة للإمام، والثاني يقوم مكبرا لأنه موضع انتقال. فالكلام هنا على التكبير بعد السلام له أم لا، موضعه غير موضعه، وإن كان معتمد لا، والصحيح الراجح أنه يكبر لأنه موضع انتقال، لأنه موضع انتقال. خاتمة الباب أن الإمام كما قلنا الصلاة لا تصح إلا به في مسألة الاتمام إلا بشروط التي قلناها، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. بعض العلماء يقولون بأنه لو حجب نفسه فلم يخرج، يعني الإمام لم يخرج إلى الصلاة فصلى الناس فرادى فإنه يعاتب على ذلك، وهذا عجيب لما يقال يعاتب على ذلك، يعاتب على ذلك، صحيح أنه يعاقب على ذلك لا يعاتب، هم قالوا يعاتب على ذلك، وطبعا وجهة النظر عندهم في يعاتب لأنها إيه؟ لأنها مستحبة عندهم في المذهب، لو فرض كفاية أزمة نعم جمع نفسها، وأن لا تقوم إلا بإمام، فلذلك قالوا هي مستحبة سنة، فكانت سنة فيعاتب على ذلك، يعاتب أنهم جعل المؤمنين يصلون فرادة فيعاتب على ذلك، والحق أنه يعاقب، هذه شعيرة لابد أن تظهر حتى في المحلة،
الحمد لله انتهينا من الباب. اين اي جزء؟ اذا كان النت غير سريع وتقصيرين اي جزء، انه اقول بان المأموم اذا دخل مع الامام وكان مسبوقا، فاذا سلم الامام هل يقوم المأموم يكبر للانتقال ام لا؟ في خلاف عندنا في المذهب، قال لا يكبر لعدم الموافقة، والصحيح ان التكبير للانتقال، فان كان الانتقال فله ان يكبر.